بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واستنى بسنته ونهج نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أيها الصائمون الأعزاء، إن من أهم العادات والظواهر التي نلاحظها في شهر رمضان المبارك عند كثير من الناس هي عادة المبالغة في الإنفاق والمصروفات خلال الشهر المبارك، حيث يتهافت الناس على المتاجر والحوانيت والمجمعات التجارية الكبيرة لشراء الأطعمة والأغذية والفواكه والحلويات، كما أن موائد الإفطار الرمضانية التي تقام في هذا الشهر المبارك، وإن كان بعضها له أهداف نبيلة، إلا أن كثيرا منها تحتوي على مظاهر الإسراف والتبذير، كما أنه نسمع كل يوم عن استعمال مفرط في المفرقعات التي تكلف مبالغ طائلة، إلى جانب كونها مصدرا أساسيا من مظاهر الإزعاج. وإن من الغريب أن الصيام في شهر رمضان مدعاة إلى التقليل من النفقات والاعتدال في المصروفات، ورغم ذلك تشكو بعض العائلات من ارتفاع كبير في النفقات المالية في هذا الشهر المبارك. ومما لا شك فيه أن التبذير والإسراف سلوك مذموم في الدين. قال تعالى في محكم تنزيله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التبذير والإسراف في النفقات يتنافى مع القيم التي من أجلها شرع الصوم، حيث أن العلة من الصوم هي أن يربي النفس ويعودها على الصبر وتحمل المصاعب والمشقات، وكي يشعر الغني مع الفقير الجائع فيدفعه ذلك إلى الرأفة به ومد يد العون إليه والتصدق عليه بما فاض من ماله. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الاعتدال في الإنفاق من صفات المؤمنين. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط إسرافا ولا مخيلة. كما أن مظاهر الإسراف والتبذير تأتي في وقت يعيش فيه الناس في بلادنا وكثير من البلدان العربية يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، حيث تؤكد الإحصائيات ارتفاعا ملحوظا في نسبة العائلات العربية التي تعيش تحت خط الفقر في بلادنا، كما أنه لا يخفى علينا المجاعة التي يعانيها كثير من العرب والمسلمين خاصة في الصومال والسودان. ويعتبر الإسراف والتبذير سلوكا مكتسبا يكتسبه الأطفال من ذويهم الكبار، فينشأ جيل مسرف مبذر لا يعرف للمال
أي قيمة، ولا للاعتدال في الإنفاق أي أهمية، مما يؤدي إلى ضعف في اقتصاد المجتمع الذي يعاني أصلاً من ضعف اقتصادي كبير. وتجدر الإشارة أن هناك صوراً أخرى للإسراف عند بعض الصائمين، وهي الإسراف في النوم فوق القدر المطلوب، وكثرة الزيارة في غير طائل وبلا فائدة، والإكثار من الخلطة بالناس لغير مصلحة، والاجتماع بالآخرين لغير نفع، فتضيع الأوقات الثمينة هدرا. ومن هنا فهذه دعوة نوجهها إلى الجميع، وخاصة في هذا الشهر المبارك العظيم، أن يتقوا الله تعالى في أموالهم، ويعتدلوا في نفقاتهم، وأن يتذكروا أن لهم إخوانا يعيشون أوضاعا عصيبة، وأن يؤدوا زكاة أموالهم وصدقة فطرهم التي أمر بها الشارع الحكيم. نكتفي بهذا القدر، ونستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.